خبر عاجل، حكومة صنعاء تعلن فتح طريق البيضاء الجوف مأرب من طرف واحد. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلنت حكومة صنعاء إعادة فتح الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء مأرب من جانب واحد واستكمال الترتيبات اللازمة. وقالت مصادر محلية أن محافظ محافظة مأرب علي طعيمان الموالي لحكومة صنعاء زار نقطة الفلق مدخل مدينة مأرب الجنوبي مع عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة مراد. وأضافت المصادر أن طعيمان والوفد المرافق له فتحوا طريق الجوب البيضاء مدينة مأرب كمبادرة من جانب واحد لتخفيف معاناة المسافرين وأبناء مديرية محافظة مأرب الجنوبية. وبحسب المصادر فإن محافظ مأرب الموالي لصنعاء وجه دعوة للسلطة المحلية في مدينة مأرب الموالية للشرعية بفتح الطريق من جانبهم وعدم الزج بملف الطرقات في المناكفات السياسية